السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني العمال والعاملات المستخدمين والمستخدمات، كان المفروض اليوم تكون هاد الحلقة ديال هاد الفيديو على لي كونترا كما قلت لكم في الفيديو السابقة اللي قبل من هذه، لكن من خلال التساؤلات ديال الإخوان اللي جاوني على عبر الواتساب او الاسماس لابد ارتأيت ان اسجل حلقة لاجيب، لان اغلب هذه التساؤلات تتمحور في مواضيع اللي هي عادية وبسيطة، ولكن لابد للتوضيح ليستفيد الجميع. دونك كاين اللي قال لك اوقات العمل، دونك بعجالة إن شاء الله رب العالمين سأجيب على هذه التساؤلات قبل أن أتطرق للموضوع ديال الاستقالة والشروط الست اللي هي ضرورية ومؤكدة باش تكون في هذه الاستقالة. دونك كاين قال لك عدد السوايع الأسبوع اللي ممكن واحد يخدمها، هذا بين قد 44 ساعة في الأسبوع. كاين بارفوا تنحسبو اسبوعيا وبارفوا نقدر نحسبو باراني، غير ما نخدمش اكثر من 2288 ساعه في العام. دونك يا اما 44 كاين اللي تحسب 44 ساعه في الاسبوع، يا اما 2288 ساعه في العام. قدر اسبوع نخدم فيه 30 ساعه في اسبوع، وكاينين دي سيزون واوقات اللي نقدر نخدمو 50 ساعه في الاسبوع. سا ديبون من العرض ولا الطلب الرواج اللي تنقولو حنا واش كاين ولا ما كاينش. دونك كيف ما تنقولو دي سيزون هوت دي سيزون باس، دونك سا ديبون. وهنا شنو خص المشغل يدير، تيدير واحد المراسله اخباريه ولا اللي متنت لهم اخباريه لانسبكسيون ترافاي وتعلمهم وتخدم، دونك على اساس انهم ما يفوتوش 2288 ساعه في العام. بالنسبه اللي كيسول على لي كونجي بعجاله، عندنا 18 يوم في العام اوفغابل، سيتادير 3 سيمين اوفغابل، سيتادير الحد ما تتحسبش، نهار في السيمانه ما تتحسبش. واش نقدر ناخذها 15 يوم؟ هاد 18 يوم ناخذها 15 يوم دوس 3 سيمين، هاد دوس سيمين ولا 3 سيمين ولا هاد 18 يوم ناخذها تلقى وحده ولا لا؟ دون زان كونجي كيف ما بغا يكون. وثانيا واش الباترون ممكن انه يرفض ليا ملي كندير طلب ديال الكونجي، يرفض ليا الطلب ديال الكونجي، ما يقبلش ليا ان الطلب ديال الكونجي او لا؟ هذا مش غير الكونجيات ممكن تسباتيجهم بارون باش تاخذوا بشكل متتابع، مثلا ناخذ شهر كله كامل في وقت واحد، راه ماشي اوبليغاتوار، هذا التوافق ما بين الاجير والمشغل، ولكن اللي هو اوبليغاتوار او موان على الاقل الا طلب لك دو سيمين تابعه اوبليغاتوار يعطيهم لك، هذو هما اللي اوبليغاتوار دو سيمين تابعه خصو يعطيهم لك، ولكن كثر ممكن ديسباتشيهم، ممكن تاخذهم دقه واحده. سا ديبون التوافقات والحوارات اللي كدوز بين المشغل والاجير. فغالب الاحيان ما تلقاوش مشكل باش تاخذ الكونجي كامل كومبلي، وكان يفرقوا على اساس انه ربما تكون عنده مناسبه في هذه المرحله، ربما تكون مناسبه في هنا. ثانيا واش ممكن المشغل انه يرفض واحد فتره معينه درتيها في لا دوموند؟ ممكن يرفض، ولكن ماشي يرفض لك الكونجي، يرفض الفتره
ربما مثلا في لوكا ديالنا حنا ان غارد ان اليرت خصنا نحلو، عنده اشكال، عنده ان غومبلاسون، هو غيسافر ولا عنده شي حاجه وداير غومبلاسون ديالو. كاين لا سيزون هوت طالعه و ليفيكتيف ناقص، ممكن يرفضو، ماشي يرفض ليك الفتره كونجي، وانما تيرفض تيقول لك اجلوا واحد 15 يوم ولا 21 ايام ولا واحد، وانتوما بالتوافق والحوار كتمشيو على هذاك الاساس. سيرتو الناس اللي خدامين وعندهم واحد على الاقل واحد 5 سنين الفوق، راه قضية الحوار سهلة مع المشغل. دونك قلنا 18 يوم، عندك الحق في 18 يوم، وكل 5 سنين كتزاد لك نهار ونص، كل 5 سنين دونسيانيتي ديال التقادم تتزاد لك نهار ونص، على أساس ما نفوتوش 30 يوم في شهر في العام، شهر في العام. فوقاش يكون عندي الحق في الكونجي، تدخل شي عمل سواء سي دي ولا سي دي دي، ولا دخلت كوم واحد ستاجير، فوقاش يكون عندي الحق في كونجي. سي موا ابري سي موا، وهذا لا يعني ان ما عندكش الحق في الكونجي، بان ما تتحسبلكش الكونجي في هاد السي موا، نو. عند هاد السي موا كلها عندك 9 ايام 6 جور ديال الكونجي كتسالهم، وما تاخذهمش في هذيك السي موا. ملي كتفوت ملي كدوز السي موا عندك الحق في 9 ايام تاخذها ككونجي. ثم كونجي المرضي اللي تعرف كل واحد، كل المرضي كلشي تعرفو، ولكن خصنا نعرفو بان 1 2 3 في غالب الاحيان واحد تستا في كاميديكال تيخلصهم لك الباترون، ماشي اوبليغاتوار باش يخلصهم لك السينيسيس لا تخلص، ولكن جرت العاده انه دي لو كاتريام جور اللي كتفوت واحد السيرتيفيكا كاتريام جور فيها اكثر من 3 جور السينيسيس هي اللي كتكلم، ولكن ماشي انه ضروري انه غير عندي 3 جور راه ممكن انك تخلص من السينيسيس وتخلص من باترون. نو باترون با اوبليغاتوار يخلصك، يقدر يخلصك من لو بخومي جو، لا سينيسيس تخلصك من لو بخومي جو حتى النهار تتبرى ان شاء الله رب العالمين. دونك تنقولو ان اي دو اي تروا توافق جانبي العمل في المغرب انهم تيخلصهم لك لو باترون، ودي لو كاتخيام جو على حساب لا سينيسيس. لي كونجي سبيسيو نطرقو ليهم، نتمنوا ان شاء الله رب العالمين قبل ما نترقوا للموضوع الاساسي اللي هو الشروط 6، نتمنى ان الجميع اللي تيشاهد هذا الفيديو يدير واحد البارتاج مع اكبر عدد ديال لي بارتاج باش يستافدوا الاخوان والاخوات، اللي نتمنى اننا نكون عند حسن الظن ديالهم. نحن لا نحرض وانما نقول الحق، وقول الحق صدقه. نتمنى تكون هاد القناة كما أقول قناة لكل شرائح المجتمع، سأتناول فيه كل المواضيع تهم المجتمع المغربي والمواطن المغربي كيفما كان مستواه، وكل سواء علمية طبية اللي كان، ولكن لن أتطرق لما هو يخص الآخر ولا أتعدى الخطوط الحمراء اللي هما مرسومة في القانون المغربي. وتحياتي للإخوان والأخوات، ونتمنى أنني نكون عند حسن ظن الجميع، ونتمنى التساؤلات ديالكم، ولكن نعاود تاني تساؤلات على السجل المقبل إن شاء الله بعد هذا على فيديو الماجية. وعدتكم أنه تكون هذه هي ديال لي كونترا، لي كونترا تري امبورطون باش تعرفوهم. لي كونترا سي دي دي، سيتادير سي دي سي دي دي ولا سي دي اي، ولا لي كونترا ديال لا نابيك، ولا لي كونترا اللي كدار فيا لي زوتر سوسيتي، كلهم نطرقوا ليهم.
التفاصيل وقاش كتكون محددة في الزمان، في الزمان ومحددة زمنيا وغير محددة زمنيا، وممكن تحول لغير محددة. كل شيء هادشي غنطرقوا ليه في الحلقة المقبلة إن شاء الله رب العالمين. الله يوفقنا ويوفق الجميع. نتمنى أنني حتى إلا غلط شي معلومة أن الإخوان صلحوا هادشي. كل شيء خديته علميا من مصادر موثوقة والناس ذوي الاختصاص. جزاكم الله خيرا، وأتمنى الإخوان مرة أخرى أن يحاولوا الإفادة والاستفادة. بارتجيو وديروا لابونمون ديالكم. نتمنى أن تأبوناو باش تصلوا بأي جديد في هذا المجال، في المجال، لأن هذه القناة كما قلت لكل الناس للاستفادة والإفادة. وشكرا لكم، تحياتي للجميع. تكون جي أخرين اللي هما كونجي ديال مالادي، كونجي ديال امرأة اللي حاملة، واش عند الحق بالنسبة للمشغل إلا واحد المرأة اللي حاملة وولدت كونجي ديال ماتيرنيتي. كاين كونجي ديال ماتيرنيتي مثلا، واحد السيدة ولدات دوزات الفترة ديال كونجي ديال ماتيرنيتي وراسلات راسلها المشغل وقالت له غنزيد واحد شهر ولا شهرين ديال ايام نون سون سول كيف تيقولوا بدون مقابل. ممكن ولها الحق في ذلك. كاينين دي كونجي سبيسيو مثل كونجي ديال المرض اللي تنقول، واللي هو كيف تنعرفو من 4 أيام للفوق لا سينيسيس اللي كتخلص، و من 3 أيام النهار الاول والثاني والثالث مشغل وماشي ضروري انه يشغل، ولكن جرت به العاده انه كونجي المرضي 3 أيام سيرتيفيكات ديال 3 أيام. الباترون تيخلصك، مش خير تيخلصك، ولكن ابارتير ديال 4 جور انت كتحسب على لا سينيسيس، لا سينيسيس اللي غتعوضك. كاين كونجي ديال لي كونجي سبيسيو اللي هما بحال لو ديسي، بحال الموت ديال الاب ولا المرأة ولا لي زونفون ولا الاولاد الاطفال ديالك لو ديسوندون، فيهم 3 جور. بالنسبة للموت ديال الأخ ولا الأخت عندك 2 جور، موت ديال الأخ ولا ديال الأخت عندك 2 جور. بالنسبة لكونجي لو فوني ديال واحد البابا، واحد الأب إلا تزاد عندو الوليد عندو الحق في 3 جور. كونجي دو مارياج عندك الحق في 4 جور، حق مينيموم 4 جور، ولكن تيكونو توافقات ما بين المشغل والأجير. بارفوا كاين اللي تهديك تعطي كونجي ديال 8 أيام ديال 15 يوم الأجير ديالو. سا ديبون ضد كل واحد وكيفاش التوافقات اللي تتوافقوا عليهم، بلوس دي كادو. كاين تشجيعات من لي باترون بالنسبة للأجير، لأن اللي دوز معاه واحد فترة معينة وجاي تبغى يتزوج ولا بغا تتزوج عندها المينيموم عندها واحد 4 جور. بالنسبة للسيركونسيزيون، بالنسبة للسيركونسيزيون عندنا عندك الحق في 2 جور. سيركونسيزيون ديال لونفون ديالك ولدك، درتي ليه سيركونسيزيون ختانة بالعربية، دونك الختانة عندك الحق في 2 جور. مثلا عندك المرأة ديالك لو كونجوان الزوج أو الزوجة مريضة ناعسة في السبيطار، خاصها أن كومبانيومون صاحب يكون معها، عندها عملية جراحية ولا، عندك الحق في 2 جور. ولكن كل شيء اللي تنقول لافيك ديجيستيف، الله يخليكم، لافيك ديجيستيف. زوجتي راه كاين لك دماغياج، مرض ليك الزوج راه كاين سيرتيفيكا ميديكال،
سيركونسيزيون كاينه سيرتافي كميديكال، المغياج بالنسبه لي ديسي راه كاينين شهاده الوفاه. دونك كاين مسائل اللي خصنا نركزو عليها بالنسبه لكهرب بور الاخت اللي قالت على لي كونجي والاخ كذلك اللي هو من بلا ما نذكر مدينه، دونك خليك دينا من مدينه اخرى من غير هادي. دونك بالخلاصه هذه هي خلاصه لان حاولت ما يمكن ما نكونش طويل بحال الفيديو الماضي اللي دازت، لان انا رد البال دابا سميتو. دونك هادي بخلاصه وبعجاله، واللي عندي شي سؤال انا مستعد نجاوب عليه حتى الا كان شي حاجه نسيتها. انا بخلاصه وعجاله بالنسبه للاسئله ديالكم، خصوصا للناس اللي شافوا الفيديو اللي من قبل من هادي. بالنسبه للموضوع الاساسي اللي هو الاستقاله او لا ديميسيون، شنو هما العناصر او المعلومات اللي هي ضروريه تكون في الاستقاله، والا فانها ما تعتبرهاش قانون، ما تعتبرهاش استقاله. لا بريمير دي شوز اللي خص ضروري يكون ابار داك رساله، واحد الرساله اللي فيها ان بريافي، فيها واحد مجموعه ديال الكلمات، دونك خصني نفكر فيها مونو لا دات فاش كتبتها راه كاينه وكاين نطيت بالمسائل ديالها لا فريس ديالي وكلشي، دونك المضمون ديالها وفيها بريافي وفيها كلشي، ولكن الاساس من المعلومات اللي هي ضروريه تكون فيها مون نو اي مون برينو، الاسم والاسم العائلي، الرقم البطاقه الوطنيه، الرقم ديال الضمان الاجتماعي الانخراط في الضمان الاجتماعي، لا دات دونبوش تدخلت لهاد الاعمال او هاد المؤسسه خاصه او هاد الصيدليه او 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 بالنسبه للاجراء والعمال كذلك. هادشي كلشي البوست اللي كنت نخدم فيها، شنو البوست اللي كنت ندير، شنو العمل، النوع ديال العمل اللي كندير، و التاريخ اللي انا باغي نخرج فيها. هاد التاريخ تنحدو مثلا اليوم كذا، وغادي نخرج في النهار فلان فلاني. دونك هنا هاد العناصر الستة، هاد الستة العناصر الا ما كانوش في الاستقالة فهي استقالة باطلة. نعاود نذكرهم، الاسم والاسم العائلي، الاسم الشخصي والعائلي والعائلي كذلك، نمرات البطاقة الوطنية، النمرات ديال الانخراط في الضمان الاجتماعي، دات دومبوش متى دخلت لهاد المؤسسة اللي انا خدام فيها، البوست اللي انا تنخدم، النوع ديال العمل ولا البوست اللي كنت تنخدم فيها، او التاريخ اللي انا راغب انني مغادر فيه المؤسسه طواعيه. دونك هادو هما سته ديال ليزيليمون اللي خصو يكونوا ابار ديك الدبلاجه ديال اللي تتكون ديال بريافي، وهادي 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 اللي كتكون فين ليتر ليغاليزي تنحطها، تكون استقاله مقبوله، ديك الشتي ديالو دوبل ديال تتوقع عندي. دونك قبل ما نختم ان شاء الله رب العالمين، غنقول لكم واحد سؤال تنتمنى تجاوبوا عليه، وغيكون الجواب ان شاء الله ما قريب ان شاء الله في الحلقه الماجيه. الواحد يتغيب اكثر من نصف ساعه، من نصف سنة، تغيب متتابع لمدة نصف ساعة، واش غنعتبروه تغيب لسبب مرض، واش غنعتبروه ابوندونت بوست، واش غنعتبروه انه ما بقاش خدام، شنو غنعتبروه؟ هذا سؤال. وختاما معلومة اللي هي ضرورية parmi les fautes graves اللي ما تنردوش ليهم البال،
هو الغياب ديال 4 ايام في السنه، واخا ما يكونوا متابعين، نهار اليوم، نهار في الشهر 1، نهار في الشهر 3، نهار في الشهر 7، نهار في الشهر 12، نهار 5 ايام، في ان فوا تغيب 4 ايام، سيت ان فوا تغراب. شنو معنى ان فوا تغراب؟ سيتادير طرد. دونك اي غياب عن المؤسسه ولا المعمل ولا في ما خدام شركه او صيدليه باغي تغيب، تاخذ رخصه من الصيدلي او من المشرفي او من الباترون او من لواء السوق المال، لا عندهم لواء السوق الا خدام تخدم في شركه، لا خد اي واحد، لان اون فوا تغيبتي النهار الاول غتلقى ان ليتر افون دون بوست سيني لي ديزيو كتسينيها، دوزيام جور تروازيام جور كاتريام جور اجي لهنا يجروك لعند الكونطابل الحسابات ديال تاخد الصوت ديالك، السلام عليكم داكشي اللي تبوع لا تابع لا متبوع. دونك شكرا لكم وتحياتي للجميع، وتنتمنى ان شاء الله رب العالمين انني فدتكم، ولنا موعد ان شاء الله اذا كانوا اسئله غنجاوب عليهم، الا ما كانوش غنطرق عاود لي كونطرا اللي انا وعدتكم للنوع ديال لي كونطرا وكيفاش نخدموا هاد لي كونطرا وكيفاش المده ديالهم والصلاحيه ديالهم وايجابيات وسلبيات ديال كل حاجه فيهم، لي كونطرا اللي كاينين، الناس اللي تخدموا بالكونطرا والناس اللي ما تخدموش بالكونطرا اللي كتخدموا بشكل دائم. وشكرا وتحياتي، وتنتمنى ان اي واحد شاف هذا الفيديو يبارطاجيها ليستفيد الجميع، وشكرا.